هوية بريس نحو إعلام هادف. احنا يا ناس بسطاء نقول لكم بصراحة، الصفوف ديالنا ما عندنا أطور كبيرة ديال الدولة، ما عندنا أغنية، ما عندنا شي عباقرة بحال إيلون ماسك ولا شي حاجة، ولكن عندنا هاد الحمد لله هاد النوع من الاستقامة والتدين والجدية، والله سبحانه وتعالى كيدير لنا البركة في الجرية ديالنا. ولهذا أنا غنذكركم غير بحاجة واحدة، ربما السير العربي يكون كاع نساها في زحمة الأشياء اللي دار. السير العربي دابا غير دخل هاد الرئاسة ديال هاد المدينة، غير دخل الرئاسة ديال هاد المدينة، لأن كانت هذيك السيدة سميتها بعدا المنصوري، كانت هي كانت لطيفة مع مع معاكم بصفة عامة ومع هو بالخصوص. أنت ولا واحد الوقت دارت فيه وخرجاتهم، خرجاتهم من المكتب، ياك من المكتب، وجيت أنا ديك الساعات وقلت لها هاد السيد العربي خرج من المكتب غردوه إن شاء الله حنا رئيس ديال مراكش، وما عرفش ليه. وقد وقع، وقد وقع. قلت اللهم لك الحمد. قلت يا دابا قلت لعل الله، اش قلت لكم راه غير البركه ديال الله، ما شكون هو داك الا اللي غادي يرد العربي ولا بعدا هو رئيس عاد يرد هو فهمتي. وفعلا الحمد لله، ولكن الوقت اللي ولا السي العربي رئيس دوزات مراكش 6 سنين ياك، وهي فرحانه كي داروا هاد المراكشيين خلاو السي العربي القايد ومشاو كيصوتوا على ما نعرفش شكون. وهادو دابا اللي جاوا، هادو اللي جاوا اللي كتقول الوالدة الله يرحمها قالت لك لا خير في من خير لا خير في لالها، الحكومة ولا دايره شي ربح، وجابوا هاد المستشارين وهاد الرؤساء ديال الجماعات وهاد الشيء. قال له فخر عليهم السقف من تحتهم، قال لي نوض الله يخليك لا حفاظه لا فهم. قول كنتي حافظ قول فهمتي ان السقف الفوق ماشي لتحت، كنتي فاهم وكنتي حافظ قول عرفتي ان الله تعالى كيقول فخر عليهم السقف من فوقهم. ما عارفين شي يسيروا الجماعات، ما عندهمش الاستقامة الضرورية، ما قدوش يديروا البرامج، ما قدوش يديروا الميزانيات، الرباط فيها مشكلة. ما بقتش مشكلة مع العدالة والتنمية، مشكلة غير مع بعضياتهم مع الرؤساء والأغلبية ديالهم. الرباط فيها مشكلة، الدار البيضاء فيها مشكلة، فاس فيها مشكلة، مكناس فيها مشكلة، أسفي خلاص انتم قلتيو كاع فهمتي ولا تفرتكات، يعني أكادير فيها مشكلة. دوك وسط جيتي شنو هاد الشيء؟ هادو الكفاءات هما في الحقيقة هاد الناس هادو مع الأسف الشديد هاد الناس جايين جيعانين، جايين عطشانين، داروا في البال ديالهم الاخرين باش يحيدوا العدل والتنمية. يا الله يا سيدي نبارك بصحتك، المرة الأولى ما نجحت لهمش اللي كنت أنا رئيس ديال الحكومة بتوفيق الله والتكاتف ديال الإخوان. 2015 دينا تقريبا كل شيء، 2016 جبنا 125. المرة الثانية بعض أخطاء إخواننا، هذه الحقيقة، السي العربي كيعقل، السي العربي جبتو للدار هو والسي العمري والسي الحمداوي، قلت لهم تمشيو لعند السي سعد الدين العثماني وتقولوا ليه عامين قبل الانتخابات رحنا غاديين للهاوية، كانت شي ما كانش صار عامين ولا عامين ونص، تقولوا ليه يا إما يقدم استقالته من رئاسة الحكومة يمشي يقابل الحزب، يا إما يقدم رئاسته من الحزب يمشي يقابل الحكومة يخلينا نديروا مؤتمر استثنائي رحنا غاديين للهاوية. بل قلت للإخوان وسولوا السي عبد الرحيم الشيخي عيطوا عليه في التليفون وسولوا، قلت له غنجيو حنا الستين، ما جيناش حنا الستين جينا حنا التمنين، ولكن ماشي غير حنايا، يديو يد القابلة فهمتين ولا القابلة واش من قابلة فهمت شي قابلة فهمتي ولا لا، يديها بحال ديال الجمل فهمتي، جات جبد الدري قطعت لي العنق ديالو. المهم حنايا دابا اللي عطى الله واحدة هاد الشيء اللي تنقول لكم على السي العربي يمكن لكم تعودوا على كل شيء. فاس يحيدوا من الناس السي دايس الازمي
ودابا تيقول لك يلاه كاين السيدرس الازمي في الوسط السياسي، يقول لي غير يوريني غير شي واحد مش حزب سياسي كيتكلم بحال السيدرس الازمي، غير واحد غير واحد يجيبوه من معارضه من اغلبيه منين ما كان، دخلوا شوفوا شحال ديال الناس اللي كيتابعوا داك الشيء وكيشوفوا. انت اللهم امين يا رب العالمين انت نور الله. والسي يعني عبد العزيز العمر، عبد العزيز العمري انا كنت رئيس الحكومه وجاو عندي واحد شي وحدين فيهم واحد من العائله ديالي في النقل متابعين الدوله في 4 مليار ديال الدرهم ونص. غير بالمناسبه هذه الحكومه تبدلوا معها حتى الارقام، طبعا المغاربه كيسبعوا 4 مليار ديال الدرهم ونص كيجبروا من الله 4 مليار ديال الدرهم ونص، وحكمات بها المحكمه وكانوا غيديوها او كانت تحكم بها شي جهه وقف سي وعن غير حق. طبعا الحال من ناحيه ديال القوانين وداك الشيء كاين البريكو، والسي عبد العزيز العمري وقف ربح الدوله في قضيه واحده بحال اللي كنقول لكم على السي العربي، في قضيه واحده من 500 مليون مرينا ل 2 المليار من 4 المليار ديال الدرهم ونص ربح الاخر سي عبد العزيز ربما ذاك الرقم كامل، وغيره بلا ما نتكلم على داكشي اللي دار السيد الاعلام فاس، بلا ما نتكلم على داكشي اللي دار السيد عمر تطوان، بلا ما نتكلم على داكشي اللي دار. غير حنا في الرباط كان عندنا النقل العمومي والكربات ديال الخضره اللي مدقدقين باباهم بحال جا السي جامع المعتصم. نقول لكم الحقيقه كالساحر، لانه داك الشيء تدخل فيه مجموعه ديال الجهات، من الصعب جدا تاخذ الموافقه ديالها، وتاخذ الموافقه ديالها بطريقه نقيه، ما عطى حتى درهم حتى شي واحد وما خد حتى شي درهم حتى شي واحد. وعاده بحال هاد الشيء هذا كيدور بالفلوس، وبقى كيحاول ما عرفت واش كتمشيو للرباط ولا لا، واش كتركبوا في الطوبيس ولا لا، احسن من الطوبيسات ديال اوروبا هذيك بوحدها. حيت دابا ما عرفت هاد المغاربه هادو شنو حكيتهم. دابا واخا كاع نقولوا ما عجبتهمش الحكومه ديال السي سعد ديال الحسبان، واخا وهاد الناس هادو اللي سيروا لكم البدود ديالكم وداروا هاد المعجزات، هادي معجزات. دابا السي اخنوش خرج تيقول باللي اصبح الحزب ديالو رقم صعب في الحياه. السي ما كرهناش السي اخنوش، ما كرهناش يولي الحزب ديالو رقم صعب، وما كرهناش تنجح وما كرهناش. قول لنا شنو درتي الا بغيتي تفتخر بالدعم المباشر، حنا اللي وريناه ليك. الا بغيتي تفتخر بالحمايه الاجتماعيه، حنا اللي طلقناها. شنو درتي؟ قول لنا شنو درتي. كتفتخر بانك ما ضربتيش المعلمين وضيعتي المغاربه 3 شهور ديال القرايه على والو، جبتي قانون اساسي وليتي عاوتاني رديتيه وبقيتي كتعنفج في داك الشيء، وعطيتي المعلمين شي شويه ديال الفلوس ودخلتي فرحان. وهي هذه البيعه والشريه ديال اللي مازال ما عرفش يعني كيف، لا اعلم لها راسا من قدم. هويه برنس نحو اعلام هادف.